ما ادري كيف الكاميرا ضابطة ولا لا، بس اسعد الله اوقاتكم، كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد. طبعا هذه الحلقة او هذه الفقرة خارج عن اطار اي شيء ثاني، لان هذه كانت مجرد استفسار وسؤال من احد الاصدقاء تواصل معي من كم يوم في اول ايام العيد، سألني سؤال غريب وأنا أشكره لأنه يعني وثق فيني وعلى أساس أني أنا أشرح له هذا الموضوع بالذات. هو يكلمني عن الـ PI. أيوة PI، هذه هي عملة إلكترونية وهي عبارة عن التعدين ماينينج، تعدين إلكتروني أو ديجيتال ماينينج. فخلونا نشوف الموضوع ونطرح الأسئلة اللي تجي في البال ونحاول نجاوبها. أول سؤال يتبادر في الذهن، هل هي قانونية أو لا؟ الجواب شوية صعب أن نحن نقول، لأنه ما في إثبات على أساس أنه هل يسمح بالتداول لها في عمان أو في بعض الدول، ما في إثبات. وتعرفوا الأشياء الإلكترونية والأشياء اللي معتمدة على الإنترنت والأمن السيبراني محتاجة وقت طويل عندنا في الدول العربية على أساس أنه الناس تبدأ تتحرك بتحرك حقيقي وجاد، كلها محاولات. هل هي مثل بيتكوين أو لا؟ تقريبا نفس الفكرة، نفس الكونسبت مع اختلافات بسيطة. وعلى فكرة البي آي بالفعل لما رحت أدور وأبحث عن الموضوع حصلتها مبتكرة من قبل طلاب في جامعة ستانفورد الأمريكية، وبالأمانة أثناء بحثي ما حصلت أي رابط يدل على تبني الجامعة، وهي جامعة عريقة، للموضوع إلا باستثناء موضوع واحد، بتحصلوا الرابط هنا تحت، اقرأوا بتمعن قبل لا تدخلوا في الموضوع بشكل جاد. هل هي آمنة أم لا؟ هذا السؤال جوابه عند المستخدمين الحقيقيين. أنا لحد الحين ما استخدمته باستخدام حقيقي، بالعكس أمس فقط نزلت البرنامج على أساس أني أنا أشوفه وأجربه. بأمانة ما أنصحكم أنكم تستخدموه إذا ما عندكم خلفية عن طريقة العمل. وخلونا ناخذها بقاعدة اقتصادية بسيطة كل واحد في عالم الاقتصاد يعرف، رأس المال جبان، يعني ما يدخل في أي حاجة فيها حتى لو قدر قليل من المخاطرة. الاستراتيجية اللي تعتمد عليها البي آي هي استراتيجية التسويق الشبكي، وحطوا 2000 خط تحت هذه الكلمة أو تحت هذه العبارة، التسويق الشبكي. لحد يومك يا جماعة يرتفع وينزل، في ناس تعتمده في ناس ما تعتمده، في بعض الدول عندهم ملاحظات قانونية عليه، في بعض الدول لا تمشي، بس الغالبية يعني تنفر من التسويق الشبكي لأنه عبارة ما أقدر أقول لك أنه وهم، بس ما معتمد على أساسات حقيقية يمكن القياس عليها. وأعطيكم مثال بسيط، البيتكوين واللي يلاحظ هذا الشيء خلال الفترة الماضية كان سعره ينزل، جاء كورونا وارتفع سعره مرة ثانية، فهو استثمار غير مأمون، وفي نفس الوقت قد يضرب معاك ضربة حظ، ترى بيرتفع مرة وبينزل أكثر من مرة. ويمكن الأرقام اللي تشوفوها قدامكم والإحصائيات لآخر أشهر للبيتكوين يبين لكم أنا إيش أقصد. هل أغامر أو لا؟ هذا شيء معتمد عليك أنت. كنصيحة واحدة، من أفضل دوافع الاحتيال هي فكرة الثراء السريع. وصدقني إذا شفت إعلانات كثيرة عن شيء معين أعرف أنه محاولة يائسة وبائسة لفرضه وتسويقه بشكل
وهمي ويجعل كل الناس تنجذب إليه. يمكن أنت قبل لا تشوف هذا الفيديو شفت كم إعلان لعدة تطبيقات وأخبار وأشياء ثانية تقول لك والله فلان كسب 300 دولار في الساعة، كيف تكسب 100 دولار في الساعة، كيف تحصل 20-30 يورو في الدقيقة، وكيف تتعامل بستوك ماركت، والسر وراء الخادمة الإندونيسية في المملكة العربية السعودية، وفضيحة عائلة فلان الفلاني في عمان، كل اللي تشوفوه هذا عبارة عن تسويق شبكي وهمي لحاجة مش صحيحة ومش موجودة. هو يريد ياخذ منك فلوسك وانت تضحك. في القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية نشر أحد الأمريكيين إعلان غريب. الإعلان عبارة كيف تربح مليون دولار في خلال أسبوع. طبعا حاط عنوان البريدي ماله، كان ما في ذيك الأيام إيميل وهذه السوالف، ويتحمل المرسل رسوم طابع البريد، وفوق هذا يرسل معه دولار واحد في الرسالة هذه ويرسلها لصاحب الإعلان. بعد أسبوع تجيك رسالة من صاحب الإعلان مكتوب فيها شكرا، هذه هي الطريقة. إيش اللي سواه بالضبط؟ هو جمع أكثر من مليون دولار من أكثر من مليون شخص كانوا يريدوا يعرفوا السر. واحدة من أهم أساليب التسويق وأنجحها هي إثارة الفضول. فإذا أثار فضولك أعرف أن وراء هذا المنتج مسوق ناجح، بغض النظر المنتج صحيح أو غير صحيح، حقيقي أو غير حقيقي. أتمنى أني أنا جبت على الأسئلة الشائعة حول هذا الموضوع، وإذا تريد تجرب بتحصل لينك تحت للبرنامج تقدر تحمله وتحمله على مسؤوليتك الخاصة. أنا ما وعدك ولا أملك أن هذا الموضوع بيصير، مسؤوليتك الخاصة. باختصار عندك شبكة تقدر تسوق فيها يمكن بينجح معك، بس على فترات مستقبلية أنت تتكلم عن استثمار غير مضمون. ما عليك من الكلام والإعلانات والأشياء اللي تسمعها وإثارة فضولك، حكم راسك، شوف الموضوع تريد تكمل مثل ما قلت لك على مسؤوليتك الخاصة، ما تريد تكمل أيضا على مسؤوليتك الخاصة. وإذا قسناها بالريسك بنيفيت ريشو الموضوع لا يستحق المغامرة، لأنه مثل أسعار الأسهم طالع ونازل، وخاصة للناس اللي ما تفهم في موضوع الأسهم والبورصات أنا ما أنصحكم أنكم تدخلوا في هذا الموضوع. وفي النهاية إذا عجبك هذا الفيديو اضغط لايك واشترك وفعل جرس التنبيهات. كل عام وانتم بخير.